من أرض البطولة، أرض الفداء والتضحية، أحييك من أرض بورسعيد الباسلة. أقف هنا عند مدخل قناة السويس، عند التقاء البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، عند تلك المعجزة الهندسية التي وصلت البحر الأبيض بالبحر الأحمر، ذلك الحلم الذي كان العالم يحلم به منذ قديم الأزل حتى تحقق في مصرنا الحديثة. هذا التمثال أقامته جمعية أصدقاء فرديناند لسيبس هنا عند مدخل قناة السويس منذ 125 عاما لكي يكون شاهدا وفخرا لأبناء فرنسا، ولكن مقاومة الشعب المصري الشجاعة في عام 1956 أبت أن يبقى ذلك التمثال في موضعه، فهو رمز للاستعمار، ولذلك قامت المقاومة إنزاله من مكانه. أسرة ديليسيبس أسرة سياسية فرنسية، كان الأب يعمل قنصلا لفرنسا، وحينما تولى محمد علي أرسل توصيته لنابليون بأن محمد علي هو الشخص الجدير بأن تتعامل معه فرنسا، ومن هنا توطدت العلاقة بين محمد علي وبين الفرنسيين، وكان التعاون في جميع المجالات. ولكنه رحل عن مصر سريعا، استقبل مولوده فرديناند ويقوم بتربيته، ويصبح الابن بعد 26 سنة في عام 1832 قنصلا لفرنسا في مصر، ويلتقي بمحمد علي، وهنا يطلب منه محمد علي أن يساهم في تدريب ابنه سعيد الذي يريد أن يوليه من بعده. يشرف فرديناند في شبابه على تدريب الخديوي سعيد على الفروسية وبعض الدروس التي كانت بمثابة تقوية للعزيمة وتدعيم نفسي، ومن هنا تتوطد العلاقة بين سعيد وبين فرديناند ديليسيبس. ثم يرحل ديليسيبس عن مصر ويتولى بعض المناصب في أوروبا، ثم ما يلبث أن يعزل عن جميع مناصبه ويظل يعمل مزارعا. ثم يتولى الخديوي سعيد، يعود فرديناند إلى مصر ويعرض هذا المشروع على سعيد. أعرض لكم تلك الصور التي تحكي قصة حفر قناة السويس من متحف بورسعيد الحربي. فرديناند ديليسيبس لم يكن مهندسا، ولكنه كان سياسيا فرنسيا. فرديناند ديليسيبس هو صاحب المشروع، ثم تتوطد العلاقة أكثر مع الخديوي إسماعيل الذي يتزوج بواحدة من أسرة ديليسيبس وهي جينينيار، وهذا هو قبرها في مسجد الرفاعي في القاهرة. وهذه اللقطات لقبر جينينيار في مسجد الرفاعي. حينما انطلقت الدعوات لترميم تمثال فرديناند ديليسيبس، ذلك التمثال المعدني الذي أسقطته المقاومة، تعالت الصيحات بأنه لا يجب أن يبقى في مكانه، فما أسقطه الأبطال لا نعيده إلى موضعه. وبالفعل استجابت هيئة قناة السويس وتم ترميم التمثال ونقل هذا التمثال إلى متحف الهيئة في متحف هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتبقى قاعدة التمثال هنا في مدخل قناة السويس شاهدة على أن ما أسقطه الشعب لن يكرمه أحد. كانت تلك قصة شعب مصر الباسل في تضحياته، في وفائه، في بقائه، في خلوده. كان معكم محدثكم محمد البهيد.